شو مرة بعت صوتك؟ إذا إيه مبروك، بس على الأرجح نضحك عليك، مش لأنه قصة عيب أو حق وكرامة وعنفوان، لا، بس القصة قصة حسابات. يعني أنا نفترض أنك بعت صوتك بمية، قبيله تخسرت مئات الألوف بين طبابة، ضمان، علم، أمن، بنى تحتية، وقت وبهدلة. يعني المية اللي طلعتها نزلتك، وعلى الأرجح زلتك. أنت تطلع حواليك وبتفهم شو عم بقلك، وبس بدك تبيع صوتك مرة تانية أموال حساباتك على سعر الصوت .com. هيك بتعرف صوتك قد ايه بيسوى، وإن شاء الله ما يضحكوا عليك ويضلوا يشتروا ويبيعوا فيك. نهار صوتك غالي، ما تروحوا خسارة. لا نعرف أكثر عن حملة بيع صوتك، معنا هادي أبو خزام مدير مجموعة حسابات العملاء في بي اف بي 7 مكان. صباح الخير. صباح الخير، كيفك هادي؟ فيري جود الحمد لله. ماشي الحال. كنت عم لك إنه بنحضر الفيديو بنقز إنه بيع صوتك. صح، عادة بنشوف حملات ما تبيع صوتك، ما تبيع كرامتك، ضميرك، هون أنت عم تقول له بيع صوتك بس عرف جيب السعر منيح. خبرنا شوي كيف خلقت هيدي الحملة هادي. مظبوط. سو نحن بنعرف انه الفساد بيسكلي منتشر بكل المؤسسات اللبنانيه، وبيع الاصوات اجمالا معروف من زمان، يعني منه شيء جديد. صح. بس كان في كثير حملات من قبل كمان بتناشد المواطن اللبناني بضميره، انه الصوت تبعه ما بيتقدر بثمن، وهو لازم يكون له دور بانه بالتمثيل النيابي وغيره. فنحن قلنا انه هالمره بدنا نفكر فيها بطريقه مختلفه وبطريقه جريئه لحتى نقدر نشد الاتنشن، الانتباه تبع المواطن اللبناني. يعني عمل نوع من شوك. 100% عمل نوع من شوك. فسمينا الكامبين سيل يور فوت او بيع صوتك، وهذا هو اللي شكل الحافز للناس انه تو بي اتراكتد لهيدي الحمله. فعملنا كامبين بالشراكه مع جريده النهار، اكيد نزلت بالجريده الدعايه وطلعت على السوشيال ميديا وعلى اذر بلاتفورمز كمان. اوكي. عم بتقول للعالم انه بيسكلي اذا بدك تبيع صوتك روح على سعر الصوت .com وشوف قد ايه رح يطلع سعر صوتك، لانه ما رح يكون هيدي ال $100 اللي ولا متعارف عليها السعر الرخيص اللي ممكن حدا يشتري فيه فوت، حتى المواطن اللبناني يوعى ويعرف قديش عن جد قيمه صوته بالاربع سنين جايين. يعني شو لازم يامنوا له هودي الاشخاص اللي هن رح يطلعوا او رح يصوت لهم، من بنزين لطبابه لعلم كل شيء، الخدمات اللي هن واجبات كل الاساسيات اللبناني. فيك تفرجينا هذه شوي، لانه كنت لنفسر للمشاهدين هي عن اول شيء عن الدعايه كيف انطبعت وعن الكيو ار كود اللي محطوط كمان. اوكي. سو هاي الدعايه نزلت على جريده النهار فول بيج، وبتقول صوتك غالي ما تروحوا خساره. اوكي. وفي كيو ار كود هون اون ذا توب رايت، العالم تقدر تعمل له سكان ودايركتلي بتروح على سعر الصوت .com لحتى ما يضطروا يحطوا هن اليو ار. حطينا الكيو ار كود وفتنا. عظيم. شو بيطلع لنا؟ بيطلع لنا انه بيطلع لنا مين هو الشخص، قديش كبر عائلته، عنده ولد ولدين، عنده اهل بده يهتم فيهم، وقد ايه اعمارهم الاولاد اتسترا. وهيدي سعر الصوت هي مثل كالكوليتر اشتغل عليها خبراء تيحسبوا قديش بدها هيدي العيلة أكل وشرب ومواصلات وطبابة وضمان وعلم للأولاد على مدى سنين، وبيطلعوا $200,000 و$400,000 حسب قد ايه على انه المصاري بالبنك كمان. يعني هيدا فاكتور زدناه على هيدي الكالكوليتر، لانه مثل ما بنعرف ما حدا في يطلع ولا شيء من مصرياته، ومصريات الناس راحت ضيعان. صح. سو هي بالطريقه المباشره عم تجرب تجذب العالم لتقول لهم بيعوا صوتكم، بس بالطريقه الغير مباشره اللي هي على المدى البعيد انه صوته صح، صوته لناس يكونوا كفؤين يقدروا يقدموا الخدمات الاساسيه للشعب اللبناني، مش تبيعوها بشورت تيرم بفتره قصيره ب $100. اكيد في ناس كثير محتاجه وبعرف كيف عم هيدا، بس لازم التوعيه لحتى نقدر نطلع اشخاص تقدر تبني هيدي الخدمات للمواطن على المدى الطويل. وهون يمكن الاختلاف، يعني كنت بدي اسالك لانه شو بتختلف عن هيدي الحمله عن غيرها من الحملات يلي انعملت، انه ما تبيع صوتك او انه يكون واعي كيف انه انت اليوم تنتخب صح كرمال انت بعدين يكون مشروعك مشروع لبناني اللي نحن عبالنا نعيش فيه. صح. يكون سليم.
اكيد. سو بيسكلي كل الحملات اللي صارت من قبل كانت بتتطرق للمعنويه، يعني الصوت ما بيتقدر بثمن، ما بيتقدر بثمن، ضمير الانسان لازم تصوت صح اتسترا. هيدي كانت عم بتقول اوكي نحن عارفين شو عم بيصير على الارض، والناس والسياسيين الفاسدين عم بيجربوا انه يدفعوا للعالم قبل بجمعه وجمعتين واكثر فيجيبوا صوتهم، بس نحن عم نقول لهم لا، نحن عم نطرق للبارت المادي تبعها، انه عم تفرجوهم الارقام، لانه نحن بلبنان هذه معروفين شوي بالحكي الاشعار، يعني كلنا صح. شاطرين بانه انتبه هو الحلم وبيروح الحلم اولادك، يعني بنعرفهم حتى يلي يمكن بكون عم يقبض مصاري حق صوته بيبقى كمان هو عم يحكي انه لا وما بيصير وبدنا نغير وبدنا نعمل وهيك، بس بقول لك انا بحاجه. انتم اليوم جيتوا لتفرجوه بالارقام، انت النسبه اللي عم تاخذها قد ايه هي ضئيله كثير، ويمكن ضاينك هيدي جمعة أو هالجمعتين أو صح. هالسنة لنقول ماكسيم، يعني أكيد ما بضاين سنة صح. بس أنت اليوم عم بتطلع ناس ما رح يقدروا يغيروا لك شيء لأنت ترجع تقدر تكمل مع أولادك وعائلتك بهيدا البلد 100%. مش بس ما رح يقدروا، بيسكلي هن بيشتروا الصوت وبعد نهار الانتخابات بينسوا كليا عن هود العالم وبيترقوا لكل المشاريع والصفقات تبعهم اللي عم بتصير على مدى سنين. ولا كهرباء في بالبلد، ولا انفراستراكشر، ما في بنى تحتية، ما في مستشفيات، ما في ضمان، ما في تأمين صحي للناس تفوت على المستشفيات، وهيدا اشي مش ضروري احكي عنها، بنعرفها كل يوم وهي واقعة على الارض صح. ووضع البلد وصل لهون لانه نفس الاشخاص بعدها عم تطلع، هن السبب تبع المشكلة، بعضهم موجودين بمناصبهم والناس بعدها عم بتصوت لهم بشكل او اخر. بس اللي شفناه نحن بهيدي الانتخابات اللي صارت اخر وحده، واللي نحن كان التوقيت تبع هيدي الحمله كثير اساسي، انه بلشت قبل بجمعتين محل ما بيصير في عن جد رك على بيع وشراء الاصوات صح. شو حققت؟ حسيت انه قدرت تحقق هيدي الحمله يعني تغيير معين او شيء غير مختلف عند الناس 100%. سو اول شيء صار عندنا الاف من الكيو ار كود سكانز وفاتوا على الويب سايت والناس جربت تعمل صوتها، وصار في ناس نعمل شير لسعر الصوت اللي طلع تبعهم اتسترا لحتى يعرفوا انه شكلت كثير اذا بدك باز بالسوشيال ميديا مع الشعب. وبنفس الوقت يعني صار انه بنفس الوقت اذا بتشوف النتائج بمجلس النواب هيدي اول مره بيطلع في كتل مستقله وناس اشخاص مستقلين، وبلشت تتغير المعادله السياسيه شوي، وضو يمكن بعده موضوع طويل الامد مش رح يخلص بيوم ويومين يعني اكيد، يعني دائما التغيير بده يبلش بمحل معين صح. صغير ويرجع، يعني دجا دائما بنقول انه هو نوع من امل لتغيير اكبر ممكن يحصل بالسنوات اللاحقه. كيف كان تفاعل الناس معه؟ يعني هي لا شك انه فيها شيء من السخريه صح. وفيها شيء كمان من التوعيه اللي كثير عاليه والجذب، يعني بطريقه مختلفه لتقدروا تحققوا اللي انتم بدكم تحققوا. كيف كان هيك تفاعل الناس صح. معكم؟ كان في كثير انجيجمنت، كان في كثير تفاعل الناس على السوشيال ميديا على هذا الكامبين، لانه نحن بعد هذا الفيديو اللي هلا فرجيناه عملنا مثل فيز 2 مرحله ثانيه للكامبين، وعملنا فيها برنامج مثل برنامج شوبينج بيطلع حدا عم ببيع قصص، فعملنا برنامج للزعماء وقلنا انه صباح الخير سعادة الزعيم، اليوم عندنا ثلاث اربع اصوات مش عارف كريم وهادي وشيرين مثلا، وهول جاهزين وريدي ليبيعوا صوتهم، بس بتحب نخبرك على شو الاوفر اللي عليهم اليوم، واذا بتحب تعمل بيد، يعني بتحب انك تحط بيد على هيدا، بس هي سعرها 220,000 وهي سعرها 340,000 وهي سعرها 1,500,000 لانه في لها 500,000 علقانين بالبنك اتسترا. وهودي الناس هي عندهم ثلاث اولاد وهول عندهم ولدين وهول عندهم اهل بدهم سبيشال كير بالمستشفيات اتسترا. سو بهي الطريقه كنا عم نجرب بطريقه سخريه شوي اوكي، بس كنا عم نجرب نطلع ونفرجي العالم انه كمان يعني هيك عم ينشروا بينباعوا، ما لازم هيدا يصير، وهي هيدا عمل كثير باك اند فورث انجيجمنت على السوشيال ميديا، وكثير فيه ذكاء عالي، لانه اليوم الشخص اللي بيبقى مارق بدقيقه وكلنا بنعرف، وهيدا استفادوا منه كثار من السياسيين ومن الفاسدين بلبنان، انه يقدروا يلعبوا على هيدا الموضوع، انه هيدا الشخص اليوم اللي بده يجيب اكل، يعني نحن عم نحكي صرنا بلبنان بالبديهيات، ما عدنا عم نحكي بالانسان يلي عم يطلب ارقام عاليه ليعيش حياه لوكسجري يعني رفاهيه، لا عم بيطالب ليجيب ربطه الخبز ليفوت ابنه على المدرسه ليقدر هو اذا بده يعبي بنزين ليروح يشتغل اصلا، ما بقى معه يعني اذا في شغل ما معه يروح على شغله، يعني يعني صرنا بازمه كثير كثير ادفانس. هل حسيت انه الارقام يلي انعطت قد ايه كان هيك الافرج تقريبا تبع كل عائله؟
كل عائلة بتفرق، إذا العائلة عندها أولاد أكثر وصاروا أكبر بالعمر يعني 15 و16 رح يكون أعلى، لأنه هلأ رح يكونوا بدهم يفوتوا على الجامعة والجامعات صارت بتكلف عشرات ألوف الدولارات. كتير في يعني سعر البنزين كمان كتير غلي، ما تنسي أنه صار العالم بدها تروح وفي كوميوت كتير، فالأرقام كانت تقريبية ولكن كانت بين 200 و400 ألف بير فوت للي ما عنده مصاري على أنيب البنك to say the least يعني. وبالوقت اللي كان أغلى صوت يمكن حقه 100 دولار يمكن أو كرسي بشي محل محل ما معطون مصاري، ما بعرف وين كان بالشمال ولا صمر، الناس سرقت الكراسي لأنه وعدون أنه يعطون 100 دولار ولا 100 ألف وقاموا حاملين كراسي وفلين. صح، صار في ناس كمان تنطر لآخر الانتخابات لتنزل صوت لأنه بيغلى الصوت، يعني بصير بدهم إياهم ينزلوا أسرع. هذا الشيء يعني محزن وبذات الوقت يمكن مبرر لبعض الناس لقلهم هن بيعتبروا انه نحن كمان بحاجه، بس انا كنت اقول انه براسي انه طب ما خذوا بس ما تصوتوا لهم يعني على القليله. شو في هيك، شو النكست ستيب هاد يعني؟ هل هي خلصت هلا الانتخابات طبعا النيابيه اللي عم نحكي عنها، بس بتخيل انه هيك مشروع مش لازم يوقف، لازم يضل دائما عنده كذا شباك ينفتح عليه لتضل التوعيه ماشي، لانه نحن كمان عندنا مشكله انه اوقات كتير مننسى وبتجي مثلا شغلة بلحظتها وخلص. أكيد لا، أكيد في استراتيجية لهذا الموضوع وإن شاء الله نحن منكمل. بلشنا بسل يور فوت اللي هو بيع صوتك وبطريقة جريئة لحتى نلفت انتباه العالم، ورح نلاقي أي فرصة أو opportunity تانية رح تجينا قريبا، إن كان على استحقاقات سياسية بالبلد أو إشياء بتأثر على الشعب والشعب له إيد فيها، ورح نطرح حملات جديدة وأفكار جديدة منه موجودين هلا حاليا. اوكي وي هاف تو ثينك اباوت ذم. اوكي حلو، بس عم نشوف هادي نحن والمشاهدين على الشاشه هيدا الويب سايت، هيدا الكيو ار كود اللي كانوا بفوتوا عليه صح وبياخذهم على هيدا الويب سايت. مزبوط. اوكي مثلا 548000. اوكي سو هادي ابو غزام، انا بدي اتشكرك على وجودك معنا وبدي اقول لك انه يعطيكم الف عافيه، لانه بعرف قد ايه اليوم المسؤوليه كمان على الاشخاص اللي عندهم وعي ليقدروا ينشروا هيك التوعيه بطريقه افضل واكبر لنقدر عن جد نبني لبنان اللي نحن عبالنا نبنيه. ومثل ما قلت التغيير ببلش بهيك اشياء، على امل انه نوصل للتغيير الحقيقي ونعيش بهذا البلد مثل ما نحن عبالنا نعيش فيه. صح، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.